السلام عليكم. ستكون هذه المحاضرة خاصة بحل توتوريال شيت نمبر 1. طبعا بالنسبة لهذا التوتوريال هناك ثلاث أمثلة، تمثلت هذه الأمثلة من خلال داتا معطات، وهذه الداتا طلبت من عندنا استخراج Frequency Distribution Table والFrequency R وأيضا والFB وأيضا الرسم الهستجرام Frequency والبوليجون. حنحاول نحل الأول والثاني. بالنسبة للـ Data 1 راح نحلها بحيث حتى نستخرج اللي تعلمناها بالمحاضرة السابقة اللي هي Measures أوكي of Location. حنحاول كلها راح يعني نحلها بالمثال الأول. حسب ما نشوف الداتا الموجودة أمامنا بالنسبة للداتا رقم 1، تشوفون أنه تبدأ بالقيمة 6 على الصحيح و3 7 إلى آخره. الخطوة الأولى مثل ما قلنا لازم نعرف عددها، فمن خلال نحسبها ف 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ف 5 في 8 إذا عددها هي 40 قيمة، ونبدأ بالحل بسم الله. فإذا أول شغلة لازم نستخرج العدد، فالآن يساوي لنا مثل ما قلنا 40 قيمة. أيضا نستخرج الـ 1 unit، راح نستخرج الـ 1 unit. خلينا نرتب الكتابة بمكان ثاني. أوكي الـ N يساوي لنا 40. أيضا بالنسبة الـ 1 unit، 1 unit in last significant digit ايش يطلع لنا 0.1. شلون عرفنا 0.1 طلاب؟ يعني مثل ما نشوف انه هناك مرتبه واحده بعد الفارزه. اوكي نكمل. هسه خطوه، يعني انا اعتبر بصراحه هي من ناحيه الخطوه رقم 1 اللي هو من استخراج range. مثل ما قلنا range هو largest value minus smallest value. فبالنسبة لهذا المثال هي 9 ناقصا 6 عدد صحيح لـ3، فبالتالي range حيكون يساوي لنا 2 عدد صحيح و7. هذا خلصناه. أوكي ثانيا راح نستخرج total width. التوتال ويدث هو عبارة عن الرينج، زائدا الـ 1 unit in LSD. فمعناته هو الرينج 2 عدد صحيح و7 زائدا الـ 1 unit 1.1. فبالتالي إذا حتكون القيمة للتوتال ويدث هي 2 عدد صحيح و8 بالعشرة. ثالثا راح نحل كلاس ويدث. اللي هو total width مقسومة على number of class. فالtotal width الموجود هسه أمامي هو 2 عدد صحيح و8. طبعا هتتذكرون احنا الغرض من عد القيم مش غير عددها حتى نعرف انه الكلاس من يتحدد حسب هذا العدد. فإذا هو الكلاس محصول ما بين 5 إلى 10. اوكي فنجي، فإذا القيمة الأولى راح نبديها هي شقد؟ هي 5. فاثنين على الصحيح و8 تقسيم 5 حيكون الناتج 0.56. طبعا هذا ما يفيدني لكون انه عدد المراتب ما بعد الفارزة هي عبارة عن مرتبتين، فبالتالي نتركه نروح على اللي بعده. فراح نقسم 2 عدد صحيح مقسوم 6، ايضا راح يطلع لي خارج الرينج. نقسم 2 عدد صحيح و8 على 7 حيطلع لنا 0.4. اذا هاي هي القيمة اللي راح نشتغل على اساسها. بعد ما استخرجنا الكلاس ويدث راح نستخرج رابعا اللي هو الكلاس
أنا أربعة اللي هو عبارة عن class width مطروحة من ال one unit in LSD معناته 0.4 ناقصا 0.1 راح ينطيني 0.3. هسا احنا خلصنا أول مطالب. هسا راح نبدي بعمل الجداول. طبعا الجداول نعرف هي أربع جداول. الجدول الأول يتمثل بالكلاس limit class limit. الثاني راح يعني هو الباوندر. الثالث اللي هو المارك اللي احنا مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة هو شيء يمثل ال XI والفريكونسي اللي هو شيء يمثل ال FI. نجي هسه نشتغل. احنا هنا شو اتفقنا؟ اتفقنا انه هو القيمة الأولى كانت هي 6 عدد صحيح و3. اوكي. القيمة النهائية كانت 9. وين وقفنا طلاب؟ القيمة اللي ظهرت عندي واللي اشتغلت على أساسها ومشت هي كانت ايش قد؟ هي 7. معناته أني الحل مالتي المفروض ب 7 فئات. إذا الخطوة اللي لازم أسويها حقول أوكي أني هنا راح أسويها إنه أقول 1 2 3 4 5 6 7. بمعنى إن القيمة التسعة راح تكون ها هنا. التسعة راح تصير ها هنا. وهنا طبعا إيش راح تكون؟ هنا البداية. هسه راح نبدأ بعملية التملية مثل ما نقول. طبعا احنا شلون نطلع القيمة العليا اللي هي موجودة هنا؟ القيمة العليا لمن؟ للحد الفئة الأولى. شلون راح نستخرجه؟ بإضافة قيمة الانرفال. ايش قد قيمة الانرفال؟ قيمة الانرفال هي عبارة عن 0.3. هسه تونا استخرجناها ها هي. فإذا هنا حنقول 0.3 ونجمعها ويا 6 عدد صحيح و3 فراح يكون الناتج 6 عدد صحيح و6. هسه راح نستخرج القيمة الدنيا للحد الثاني. اوكي. فش راح نسوي؟ ننزل هاي القيمة هنا اللي هي 6 عدد صحيح و6 بالعشرة نجمعها ويا من؟ ويا قيمة ال1 يونت اللي استخرجناها اللي هي 0.1. فإذا الناتج ايش راح يصير؟ 6 عدد صحيح و7. اوكي. اكيد ايضا ايش راح نضيف هنا؟ حنضيف ما قيمته ال 0.3 الانرفال. فإذا ايش راح يطلع لنا؟ 7 عدد صحيح. وهكذا لبقية القيم. فمباشرة راح نمليها هنا 7 عدد صحيح و4 هنا 7 عدد صحيح ونصف 7 عدد صحيح و8 7 عدد صحيح و9 7 هنا 8 و2 8 و3 8 و6 وهنا حصي 8 عدد صحيح و7. هاي استخرجنا أول جدول اللي متينا لكلاس ليميت. إذا الطلاب هواية شغلات فادتني اللي هو شقد عرفت عدد القيم. عرفت إنه هي محصورة من 5 إلى 10. من جيت اشتغلت وطلعت الكلاس ويدث الصحيح هنا الفئة اللي قسمت عليها واللي حصلت على الكلاس ويدث الصحيح قدرت استفاد من عندها إنه أطلع على عدد الفئات اللي حشتغل على أساسها اللي هنا شقد اللي هي هنا 7. مفهوم طلاب؟ مفهوم يا عيني؟ أوكي نكمل. بالنسبة للكلاس باوندري شلون نستخرجها؟ هي عبارة عن 1 يونت نصف قيمة ال 1 يونت. طبعا ايش قد قيمة ال 1 يونت؟ قيمته هو 0.1
نصف قيمة الـ 1 unit هي 0.05. شو نسوي بها هاي الـ 0.5؟ ناقص زائد، انتبهوا طلاب، ناقص زائد، هاي الناقص ويا من نطرحها؟ نطرحها ويا القيمة الدنيا للفئة الأولى، أما الزائد فراح نضيف النصف 1 unit، يعني قيمة نصف الـ 1 unit المن للحد الأعلى للفئة الأولى اللي هو هنا حسب هنا السؤال اللي هو 6 عدد صحيح و6. فإذا هنا أول قيمة ايش راح تصير عندي؟ 6 عدد صحيح دوت 25، وهنا ايش راح تصير؟ 6 عدد صحيح و65. منين طلعناها طلابي الأعزاء؟ قلنا هاي القيمة اللي هي 6 عدد صحيح وثلاثة بالعشرة، ثواني، الستة عدد صحيح وثلاثة بالعشرة طرحناها من نصف قيمة الون يونت، هاي نصف قيمة الون يونت، وهاي منين جبناها؟ هاي عبارة عن 6 عدد صحيح و6 ضفنا لها الـ 0.05 اللي هي نصف قيمة الـ 1 unit. نفس الحالة للبقية، طبعا احنا علمتكم في الشغلة هاي نفسها راح تنزل هنا، فانت ما راح تحتاج تعيدها مباشرة، هاي القيمة هاي رأسها تنزلها في بداية الحد الثاني، يعني الفئة الثانية، وكأنك تطرح 2 6 عدد صحيح و7 ناقصا 0.05 حيطلع لنا 6 عدد صحيح و65%، فإذا ننزلها طبعا يعني ما أعرف شو أقول لكم، هاي التقنيات بيها هواية إشكالات هواية مشاكل. فستة انا راح اكتبها اوكي، يعني هسه هاي بالنسبة للفئة الثانية، ايش راح تصير؟ ستة عدد صحيح وخمسة وستين، وهنا سبعة عدد صحيح صفر خمسة، نجي هنا راح تصير سبعة عدد صحيح صفر خمسة، وايضا هنا راح تصير سبعة عدد صحيح اربعة خمسة، بعدين هنا سبعة عدد صحيح اربعة خمسة، سبعة عدد صحيح ثمانية خمسة، ومن ثم السبعة عدد صحيح ثمانية خمسة، ثمانية عدد صحيح اثنين خمسة، وهنا ثمانية عدد صحيح اثنين خمسة، ثمانية عدد صحيح ستة خمسة، والأخيرة ثمانية ستة خمسة وتسعة دوت أو فايف. هسا شرح لازم نستخرج الكلاس مارك. الكلاس مارك طبعا نتذكر شلون كنا نستخرجه، الكلاس مارك نجمع القيمتين على الكلاس وده نقسمه على اثنين، فلهذا مباشرة اذا الكلاس مارك هنا ايش راح يصير؟ حيصير 6 عدد صحيح 4 5 طبعا للفئة الأولى، ومن ثم هنا حصير 6 عدد صحيح 8 5، 7 عدد صحيح 2 5، 7 عدد صحيح 6 5، 8 أو 5، خمسة. تمام. طبعا قبل ما نكمل الحل تذكرون قلنا عدة اكو طرق معينة اقدر اتعلم انه هذا الحل مالتي يا ترى صحيح ام لا. الكلاس ويدث، الكلاس ويدث ايش قد كانت قيمته؟ كانت قيمته هي 0.4، معناته هسه هنا طلاب
إن كان الفرق بين 6 على الصحيح و 85 مطروحة منه 6 على الصحيح و 45 حيطلع لنا 0.4، أو تقول لي حاصل جمع، أو تقول لي حاصل جمع 0.4 اللي هو الكلاس ودث ويا من ويا 6 على الصحيح و 45 حيطلع ليش قد 6 على الصحيح و 85. نفس الحالة هنا هواية أماكن نقدر من خلالها نتأكد إنه مثلا هسه هنا هم أوكي نفس الحالة ما بيناتهم عملية إن كانت جمعت ويا 0.4 أو طرحت ما بين الحدين حيكون إيش قد 0.4 اللي هو شيء مثل لي لكلاس ودث. ولما خلصنا وين نروح على الفريكونسي؟ طبعا وهنا المشكلة الكبرى اللي دا لاحظها الكثير من الطلاب مو فقط هاي السنة وإنما حتى السنوات السابقة، وكنا إحنا نخطأ. اللي دا يصير شنو؟ من دا يجون يستخرجون أوكي هسا الفئات المحصورة ما بين خلي نقول الـ الـ القيم، يعني هسا المفروض أني هسا من أروح دا استخرج الفريكونسي لازم هسا استخرج المحصورة ما بين من هو؟ ما بين الستة أوكي ستة على الصحيح إلى ستة وستة ستة على الصحيح وثلاثة بالعشرة إلى ستة على الصحيح وستة بالعشرة وضعها وين بالفريكونسي. طبعا هواي مشاكل بحيث هواي طلاب ليغلطون، وهنا المشكلة لا أني يعني هو طريقة واحدة إنه أني عمود عمود مثلا أباوع عمود عمود أشيكه هل أكو محصورة ما بينها يعني من ستة وثلاثة إلى ستة وستة، هاي ستة وثلاثة هاي واحد، إذا هذا واحد اللي هو هذا زين اللي هو هذا مثلا. بعد هنا نشقيت هذا الثاني هاي اثنين صار عندي، البقية لا خارج النطاق، إذا هنا المفروض عندي اثنين أوكي يعني صراحة أنا ما ينكتب عليها هاي اثنين أوكي. نجي الساعة اللي بعده هذا العمود هل يا ترى به قيم محصورة ما بين ستة عدد صحيح وثلاثة وستة 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 بالعشرة؟ لا ماكو. نجي على هذا هم نفس الحالة هذا العمود الثالث ما بي. نجي هسا على اللي بعده اللي هو الرابع هذا الرابع اي نعم عندنا قيمة محصورة اللي هي هاي أوكي. نجي هسا على الخامس ما بي، السادس ما بي، السابع ما بي، الثامن ما بي. إذن عملية هنا إيش قد صارت؟ أنا عندي ثلاث قيم. إيش قد صارت عندي؟ عندي ثلاث قيم. إذن بالتالي أجي هسه من جديد أرجع هنا أقول أوكي الفريكونسي الموجود هنا ها هو اللي هو إيش قد يمثل لي ثلاث قيم. هسه أروح أباوع على المحصورة ما بين منو ومنو. هسه المحصورة من 6 على الصحيح و7 بالعشرة إلى 7 نرجع وين؟ من جديد هنا نرجع من جديد هنا أوكي. فمن نجي نحاول نستخرجها نباوع على العمود الأول نباوع على العمود الأول. فبالنسبة للعمود الأول ثواني عفوا طلاب صارت شغلة نجي أيضا قلنا ما بين الستة عدد صحيح وسبعة إلى سبعة من ستة عدد صحيح وسبعة إلى سبعة العمود الأول ما بي ستة عدد صحيح وسبعة إلى سبعة هنا هذا واحد هذا واحد ستة عدد صحيح وسبعة بعد ماكو ستة عدد صحيح وسبعة هنا ماكو ستة عدد صحيح وسبعة هنا ماكو أيضا هنا ماكو هذا ماكو هذا ماكو هذا هنا. هل يا ترى احنا
أخطأنا من 6 عدد صحيح و7. نعيد من جديد. هذا أيضا هنا ما انتبهنا عليه بعض الطلاب. يعني إذا لازم ننتبه ونركز على خطوة خطوة. إذا صار هسه عندي 7 و6 و7 و7، هذا أيضا هاي صارن 4، صح لو لا يا طلابي؟ فلازم ننتبه ونركز. من يعني عادي تفلت أرقام من عندنا، فلهذا لازم نركز، خاصة الله يساعدكم بالامتحان مرات واحد يكون مستعجل، وطبعا أكيد باعوا هنا أيضا ما شفتها. فإذا نجد له هسه نجي، إذا هي 5. لهذا الطلاب انتبهوا، لازم نركز من نجي نشتغل عليها. نفس الحالة إذا هنا نجي ننزل هنا معناتها 5، هنا معناتها 5، ونكمل البقية على مود الوقت 8، هنا حصير 10، هنا حصير 7، وهنا حصير 4، وهنا حصير جميع الطلاب الأعزاء حصير 3. حاصل جمعهم لازم الجد يكون طبعا أكيد مجموع الاف اي لازم يساوي لنا 40. أوكي، هل يا ترى خلص السؤال؟ لا طبعا، بعد ما خلص لازم نشوف وين التكرار، وين الفئة اللي تحقق لنا أعلى تكرار. من نجي هسه ندور على الفئة اللي تحقق لنا أعلى تكرار. أوكي، طبعا هاي الفئة اللي تنطيني أعلى تكرار، نمد الخط، هي الفئة الرابعة. الحدود مالتها من 7.5 إلى 7.8، هي اللي تنطيني أعلى تكرار. أوكي، هسا احنا خلصنا المطلب الأول، إنه هو أوكي أنت سوي لي جدول التكرار. هسا شو يطلب من عندي؟ طبعا هسا يطلب من عندي إنه تذكرون الفريكوانسي بيرسنت والفريكوانسي كوموليتيف إلى آخره. هسا حنجي نشتغلها واحد واحد. بالنسبة للأول اوكي، بالنسبة للأول راح نجي نشتغله الآر. طبعا الآر هو عبارة عن قسمة الفريكوانسي على اليمن على عدد القيم. فثلاثة تقسيم 40 حيطلع لنا 0.075. القيمة الثانية هي قسمة 5 على 40، فبالتالي راح تطلع لنا القيمة 0.125. نجي على اللي بعدها الثمانية حيطلع لنا 0.2. العشرة 0.25، هنا حتكون 0.175، هنا 0.1، هنا 0.075. طبعا حتى نتأكد انه الحل مالتنا صحيح راح يطلع المفروض المجموع مال تشغيل 1. هسا النوع الثالث من الفريكونسي واللي هو البيرسنت، هو نفس القيم اللي هسا استخرجناها، لكن بيش راح نضربها؟ راح نضربها في 100. فلهذا هذا مباشرة 0.075 راح نضربه في 100، حيطلع لنا 7.5. هنا راح يطلع لنا 12.5، هنا راح يطلع لنا 20، 25، 17.5، 10، 7.5. أكيد حاصل جمع frequency percent لازم إيش قد يكون؟ 100. أوكي، هسه راح نحاول نستخرج مطالب أخرى ما موجودة، ما مكتوبة كانت، بس إحنا راح نستخرجها. أول مطلب اللي هو الإكس بار. الاكس بار طبعا نتذكر القانون مالته، هو عباره عن مجموع اف اي اكس اي على مجموع الاف اي. اوكي،
هل يا ترى أنا موجود عندي العمود اللي هو طبعا هنا الأربعين موجودة أوكي ما عندي بيها مشكلة بس هل عندي قيمة مجموع الـ Fi Xi؟ لا ما عندي. فبالتالي إذا لازم نسوي جدول جديد، هذا الجدول الجديد يخص عملية استخراج الـ X bar ونجي نشتغله. فإذا Fi Xi هي عبارة عن الفريكوانسي اوكي الكلاس مارك بما راح نضربه بالفريكوانسي، يعني بين قوسين 3 عدد صحيح نضربه في 6 عدد صحيح و45 3 عدد صحيح سبحان الله من تريد فنضرب 3 عدد صحيح اوكي طلاب راح ننزل لجوا نستخرج افضل ف fi xi يساوي قلنا 3 عدد صحيح في 6 4 5 ايش راح يعطيني؟ حيعطيني القيمة الأولى للـ Fi Xi. نستخرج هسه بقية القيم 34 2 5 58 76 ونصف 56 3 5 إلى آخره إلى آخره فراح يطلع لنا 304 ونصف. هذه 304 نجي نعوضها وين؟ هنا بالسؤال 304 نصف أو 8 أوكي حيعطيني 7 عدد صحيح و2 60. حسب المطالب ايضا شايد من عندي استخرج جيومتريك اللي هو شي يساوي لنا لوغاريتم الجيومتريك مجموع اف اي لوغاريتم الاكس اي على مجموع الاف اي. اذا احتاج عمود جديد، هذا العمود الجديد شو يمثل لي؟ هذا العمود المفروض راح يمثل لي Fi Fi لوغاريتم ال Xi، مثل ما قلنا راح نسويها خطوة واحدة، يعني بالبداية راح ناخذ اللوغاريتم المال للكلاس مارك، يعني احنا قلنا ال Xi هي تمثل الكلاس مارك. فراح ناخذ اللوغاريتم للكلاس مارك ومن ثم نضربه بمن؟ للفريكونسي. فلهذا القيمة الأولى بالنسبة للكلاس مارك اللي راح ناخذ لها اللوغاريتم هي 6 عدد صحيح و45، ناخذ اللوغاريتم مالتها ونضربها بمن؟ في 3 فراح تطلع لنا القيمة الأولى 2 عدد صحيح 2 عدد صحيح 4 2 8 4 عدد صحيح 1 7 8 6 عدد صحيح 8 8 2 8 عدد صحيح 8 3 6 6 عدد صحيح 3 4 0 إلى آخره. المهم حيطلع لنا 3 5 لا آسف 35 1 بالعشرة 35 1. وين اجي اعوضها طلابي الاعزاء؟ اعوضها هنا. فاذا 35 ضد 1 على ايش؟ على 40 حيطلع لنا 0.88. مثل ما قلنا ناخذ الانفرس اللي هو ايش؟ 10 للاس اكس فراح يطلع لنا الجيومتريك اللي هو 7 عدد صحيح 5 9. زين اوكي هنا
أكو شغلتين شوفوا 7 على الصحيح 59 7 على الصحيح و 62 هل يا ترى ضمن الرينج لو لا 7 على الصحيح ونص إلى 7 و 8 فهنا إشقد هنا باع انتبهوا إشقد أنا عندي 59 هو من يبدي من 7 على الصحيح و 5 إلى 7 و 8 هنا 7 و 59 إذا ضمن الرينج وهنا أيضا 7 على الصحيح و 62 أيضا ضمن الرينج أوكي نكمل ولما استخرجنا جيومتريك أقدر هسه أستخرج الهارمونيك الهارمونيك القانون مالته شي يقول لي H يساوي لنا N على مجموع Fi Xi أوكي نيجي هنا الـ N أوكي معلومة اللي هي 40 لكن الغير معلوم بالنسبة إلي هو حاصل جمع الـ Fi مقسوم عليه من على Xi بمعنى آخر الـ frequency اللي حصلنا عليه تكرارات ونقسمها على الـ class mark إذن لازم أيضا شو نسوي؟ لازم نسوي جدول جديد أو عمود جديد يتمثل هذا العمود FL اللي هو بالـ Fi Fi Xi فمن نجي نقسم القيمة الأولى راح تكون 0.465 القيمة الثانية 0.729 اللخة 1.1 على الصحيح 0.3 إلى آخره راح يكون حاصل الجمع مال مجموع ال Fi على Xi Fi على Xi يساوي 5 على الصحيح 2 8 5 هذا الناتج اجي عوضه هنا هذا الناتج اللي حصلنا عليه فاذا 5 على الصحيح 2 8 5 40 تقسيم هذا الناتج حيطلع 7 على الصحيح 56 اذا هو ايضا ضمن الرينج اوكي هسه اللي بعدها أنا أيضا شحتاج أحتاج نستخرج الـ RMS الـ RMS هو تحت الجذر بالنسبة للقانون مجموع Fi Xi تربيع على مجموع الـ Fi ومثل ما قلنا هنا أنا إذا أحتاج هنا جدولين أو عمودين بالأحرى اللي هي شو تمثل العمود الأول يمثل تربيع قيمة الـ Xi والثاني شو يمثل راح يمثل حاصل ضرب مجموع الـ Fi بالـ Xi كله تربيع فإذا نجي نسوي هنا عمودين أوكي بس احنا راح نختصرها يعني على مود الوقت فمباشرة راح نجي نكتب هنا انه الـ Fi أكو مشكلة بهاي الجهة. لا أوكي نكتبها لي جوا. أوكي. فاللي هي Fi Xi كله تربيع. راح تطلع لنا القيم 12 عدد 124 عدد صحيح و8 23 عدد 234 عدد صحيح و6 420 عدد صحيح و5 إلى آخره. فحاصل جمعهم حيصير 2339.3 هذا القيمة وين نعوضها؟ راح نعوضها بالقانون اللي كتبناه هنا بالأعلى راح يصير هنا 2339.3 والموجود هنا مجموعة حيكون اللي هو 40 وكله إيش تحت الجذر فبالتالي أول شيء نقسم 2339 وثلاثة بالعشرة تقسيم الأربعين ومن ثم نأخذ لها الجذر راح تطلع لنا 7 على الصحيح 6 5 وهذا العدد أيضا ضمن الرينج اللي احنا استخرجناه
إذا لحد الآن الحل مالتنا أوكي صحيح، ليش؟ لكل النتائج اللي أنا استخرجتها بالنسبة للمعايير هي ضمن الرينج. أوكي، إذا طلب من عندنا أيضا مود، هو شي يسوي لنا مثل ما قلنا LM زائدة